الله خلقنا بأشكال وأعراق مختلفة عشان نعرف بعض وما نكون كلنا نمط واحد، لكن بالنهاية كل منا إنسان وفرصنا متساوية في جميع المجالات. عشان كذا مو من حق أحد يصادر حقك عشان هيئتك، طولك، أو حتى لغتك. لازم تعرف إن لك حق دائماً يتساوى مع غيرك مهما اختلفت أشكالكم، طالما أنكم متساويين في القدرات والمؤهلات. وتأكد أننا جميعاً سواسية في سباق الحياة، وفرصنا للفوز واحدة.